تخول له العودة في أجواء البطولة مرة أخرى. هنا التوزيع إلى رمية التماس، عبادة، كرة طويلة بحثا عن زردوم، عن حمراء، كرة ما خرجتش، التوزيعة طويلة في منطقة الجزاء، كرة للجمعية الشلفاوية عن طريق بورديم، بورديم من هناك مغلق المنافذ والهدف الأول لفريق جمعية شلف. زردوم يتمكن من تسجيل الهدف الأول، يتمكن من تقليص النتيجة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع. فريق جمعية شلف يسجل الهدف الأول، باقي دقيقة ونص على نهاية المباراة. زردوم